بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة القيروان النموذجية، أنا المعلمة جمانة طه والمعلمة دينا قطيش. سنقوم بشرح مادة اللغة العربية للصف الخامس الأساسي بمنهجية التعلم عن بعد. بداية سنبدأ بالوحدة الثالثة عشرة، ملك وهواية، الدرس الأول، الحسين بن طلال وهواية الطيران. عزيزي الطالب، سنستمع الآن إلى الدرس سويا ثم نعود لنفسر المعاني. أثناء ذلك افتح كتابك وتابع معي أو تابع معي القراءة. الحسين بن طلال وهواية الطيران. لقد كنت دائما مولعا بالطيران. عندما كنت صغيرا ومقيما في عمان، كنت شغوفا بهوايتين، التصوير الفوتوغرافي والطائرات. نلاحظ أن جلالة الملك الحسين رحمه الله كان مولعا بالطيران، مولعا أي متعلقا به، متعلق بالطيران. كان منذ صغره يحب الطيران بشدة عندما كان مقيما في عمان، وكان أيضا شغوفا، شغوفا أي محبا له وبشدة. الهواية شيء يمارسه الإنسان ويهواه، يعني يحبه، فكان له هوايتين. الهواية الأولى كانت هي الطيران كما ذكرنا، والهواية الثانية كانت التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي بمعنى التصوير الضوئي. كان لدي منها جميع النماذج المصغرة وأحدث أنواع الطائرات المطاردة والقاذفات. من شدة ولعه رحمه الله بالطائرات، كان يملك منها نماذج مصغرة تشبه تماما الحجم الطائرات الكبيرة لكنها بشكل مصغر. طبعا كان يملك أحدث أنواع الطائرات المطاردة، أي التي تطارد الطائرات العدو، والقاذفات، أي التي تقذف الصواريخ. وسائر نماذج طائرات الركاب. طائرات الركاب هي الطائرات التي تنقل الركاب. نماذج بمعنى شكل أو صورة طبق الأصل عن النموذج الأصلي أو عن الشكل الأصلي. ومع ذلك فإن ولعي بالطيران لا يعود إلى حبي للسرعة أو إلى أن الميكانيكا يثير اهتمامي. بل لأن الطيران له عندي معنى أعمق. جلالته رحمه الله لم يكن يقود أو يحب الطائرات، أو لأنه كان يحب السرعة، بالعكس، ولا لأنه كان يحب الميكانيك. الميكانيك طبعا هو علم يهتم بالآلات أو المركبات، بتصليح الآلات أو المركبات، لكن اهتمامه كان أو الطيران يعني له معنى أعمق. ما هو المعنى الأعمق الذي يعنيه الطيران بالنسبة لجلالة الملك الحسين؟ أكمل وسنرى. حين كنت أصعد إلى الطائرة تتلاشى همومي، فإذا ما حلقت في الجو تبددت من ذهني مشاغل العرش ومشقات العمل التي تلازمه، لأنني أكون عندئذ وحدي. طبعا هو عندما يصعد إلى الطائرة يشعر بأن همومه تتلاشى، تتلاشى بمعنى تنتهي أو تنمحي أو تزول. إذا ما حلق بالجو تتبدد كل مشاغل العرش ومشقات العمل التي تلازمه، تتبدد بمعنى تتفرق. كلنا يعلم أن للملك أو الحكم دائما له مشاغل وأعمال ومشقات وصعبة على الملك،
عندما يصعد جلالة الملك أو كان يصعد جلالة الملك الحسين إلى الطائرة، فإنه يشعر أن كل مشاكل أو مشاغل العرش تتفرق من ذهنه، من عقله، لأنه يكون وحده دون أن يكون أي شيء معه أو أي شيء آخر معه. حين أقلع بالطائرة أشعر بأنني سيد مصيري. إن جمال الطيران عاليا في السماء يرمز في رأيي إلى صورة الحرية. هو يرى بأنه عندما يقلع بالطائرة يشعر بأنه سيد مصيره، أي بأنه يملك نفسه بنفسه، وأن الطيران له جمالية خاصة حينما يعلق بالسماء، ويرى أن الطيران يرمز إلى الحرية. على الأرض تكون مهامي عديدة. إنني بإخلاص وصدق أجد بعضها شديدة الرتابة مملة. يتابع ويقول أنه عندما يكون على الأرض ضمن مهام العرش والملك يجد بأنه يشعر بالأعمال التي تعني نوعا ما أو تشعره نوعا ما بالرتابة والملل، والرتابة هنا تعني التكرار بلا تجديد، أي الأعمال التي تتكرر باستمرار. لقد كنت دائما أتولى أشق المسؤوليات والمهام وأثقلها. أشق هنا بمعنى أصعب المسؤوليات والمهام وأثقلها، وفي أوقات الأزمات كنت أعمل في أثناء الليل. وفي أوقات الأزمات كنت أعمل في أثناء الليل. منذ بلوغي 18 وأنا أستشعر الحاجة الملحة إلى التحرر من حقائق العالم الواقعية ولو لساعة. فكان الطيران وسيلة الخلاص والسلامة. حسناً، كلنا يعلم أن جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله قد استلم الملك وهو في سن 18، أي كان صغيراً، تولى مهامه. طبعاً بالبداية كان تحت وصاية الدستور، ثم عندما بلغ 18 أصبح مسؤولاً وأصبح يتسلم أو تسلم مقاليد الحكم مباشرة. كان يشعر دائما بالحاجة الشديدة الملحة بمعنى الشديدة إلى التحرر من حقائق العالم الواقعية، أي بمعنى أنه لابد أن يحلق قليلا في واقع الخيال، واقع الخيال ولو لساعة، يعني شدة مشاغله وهمومه وكثرة مشاغل العرش كان يشعر بأنه لو لساعة يحتاج إلى التحرر من هذه الهموم، وكان يشعر بأن الطيران هو وسيلة الخلاص الوحيدة والسلامة. تعالوا نسترجع معا المعاني التي قمنا بتفسيرها أثناء شرح الدرس. مولعا تعني متعلقا به، شغوفا شديد الحب له، هواية تعني ما يهواه الإنسان ويحبه، التصوير الفوتوغرافي التصوير الضوئي، النماذج أشكال، مقيما يعيش، المصغرة ذات الحجم الصغير، المطاردة التي تلاحق طائرات العدو وتتعقبها، القاذفة المختصة بقذف الصواريخ، سائر باقي، الميكانيك مهنة تختص بإصلاح أعطال المركبات بأشكالها، تتلاشى تزول، تتبدد تتفرق، فكري عقلي، سيد مصيري أملك نفسي، مهامي وظائفي، شديدة الرتابة التكرار بلا حدود، أشق أصعب، هون تعني أشق اسم تفضيل، الأزمات وهي جمع مؤنث سالم وتعني المحن، الحاجة الملحة أي الحاجة الضرورية والشديدة، وسيلة أداة.
الأفكار الرئيسية: شغف الملك الحسين بن طلال رحمه الله بهوايتي التصوير الفوتوغرافي والطائرات. 2- عند صعوده الطائرات كانت تتلاشى همومه وتتبدد. 3- الطيران يرمز في رأيه إلى الحرية. 4- في الأرض يتولى دائما المهام الشاقة والمتعبة. دعونا نبدأ معا حل المعجم والدلالة. وبداية بعد أضف إلى معجمك والمفردات التي ذكرناها، هات ضد كل كلمة من الكلمات الآتية من النص: مرتحل، مقيم، مكبرة، مصغرة، أهبط، أصعد، أسهل، أشق، خيالية، واقعية. طبعا هي كلها مفردات ذكرة عكسها في النص مباشرة. وظف الكلمات الآتية في جمل مفيدة من إنشائك: الحرية وأعمق والسلامة. الحرية، حاول دائما توظف الكلمة بمكانها الصحيح. الحرية أغلى ما يملكه الإنسان. مثلا أعمق تأتي في جملة مثلا: نزل الغواص إلى أعمق نقطة في البحر، على اعتبار إنه كلمة أعمق تعني اسم أو هي عبارة عن اسم تفضيل. السلامة، أتمنى للجميع السلامة من كل سوء. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. إلى أن أراكم في درس جديد، دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.